يشمل مجال عملنا الأطفال حديثي الولادة مجهولي النسب، حيث نعمل على تسجيلهم وتقديمهم في ضمن المركز في مدة لا تقل عن 3 أشهر حتى نتأكد من استقرار وضعهم الطبي، ثم نعمل على لم شملهم مع أسرة بديلة يتم اختيار هذه الأسرة من ملف الكفلاء المعد مسبقا، والذي نعمل على إجراء مفاضلة لهذا الملف واختيار الأسرة التي تمتلك أكبر عدد من نقاط القوة. أيضا يوجد لدينا في المركز 24 حالة لأطفال نعمل على لم شملهم، وهي الخدمة الأكثر تركيزا من ضمن الفريق يركز عليها. نعمل على لم شملهم مع أسرهم الحقيقية بالدرجة الأولى. توجد عدة مشاكل وصعوبات في الوصول إلى الأسرة الحقيقية، إما أن يكون مقدم الرعاية في دولة أخرى أو في مناطق يصعب الوصول إليها، فنعمل على لم شملهم مع أسر مبتدة من ذويهم أو أقاربهم أو مع أسر كفيلة.